طبعا احنا التقسيم تمهد عندنا، يعني عندنا مركز تكوين اللي يبدا مرحله الابتدائيه، اول ابتدائي الى سادس ابتدائي، مرحله ابتدائي هي مركز تكوين. مركز تكوين طبعا اللاعب او اللاعبه ما تتخصص في رياضه واحده، تتخصص او يمارس كذا رياضه، وانت يمارس جمباز، يمارس لا يتاسس عشان بشكل صحيح، يعني بدنيا، ويكون لاعب جاهز اذا وصل لمرحله 10 12 سنه من العمر يكون جاهز وعنده مارس كذا رياضه. فنشوفه احنا في الاربع خمس سنوات اللي هو برنامج تكوين اللي هو تحت مظله اكاديميه مهد، يمارس كل الرياضات 4-5 أيام في الاسبوع. موجود اليوم في الرياض يمكن 9 فروع لبرنامج تكوين. يتخرج اللاعب او اللاعبه من هذا البرنامج في المرحله الابتدائيه اللي هو اول الى خامس ابتدائي، يبدا يتخصص في رياضه واحده، يعني يدخل. انتم تحددوها بناء على الارقام ولا هو حسب بناء على 4-5 سنين؟ هذه هو والله في السباحه بيكون كويس. هل لو قال لكم ابغى كره القدم وانت قلت والله يا اخي ما هو ارقامك؟ لا 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 ما هو على كيف، ما هي برغبته. اذا هو ما كان متميز في كره القدم ما اقدر يعني اوجهه لكره القدم، هو يمكن لاعب متميز في لعبه فرديه او طيب لعبه.